نخش على الكلاسيكو. الكلاسيكو بقى النهارده حكايه، مين بيشجع ريال مين بيشجع برشلونه؟ ها انت انتر فاروق طلعني بره الموضوع ده. كلنا معانا. انا كنت عاوز برشلونه يكسب. خلاص نبدا بيك يا حس كده بقى نبدا بيك. انا ممكن عايز برشلونه طيب. مباراه حلوه في كل حاجه. بس خليني استاذنك الشباب العظيم ده ان انا اخد الموضوع في اتجاه تاني. يلا، مين اللي جاب الثلاث اهداف النهارده؟ بنزيما وفالفيرتي ورودريجو. طب جون بنزيما ازاي جاب؟ ايه اللي تسبب ان الهدف يجي؟ مين السبب في الهدف؟ مراح بالكره كروس وفينيسيوس. شكرا. طيب خلينا نقول للناس ان ورا المنظومه العظيمه دي والفريق اللي وصل لحاله من الثبات الانفعالي وعقليه الفوز، نضوج الكبير، نضوج الكبير ده. شكرا. فرقه تقيله ثابته كده على الارض، ناضجه جدا. فرقه الانضج حاليا على مستوى الفرق الاوروبيه او في العالم. يعني في واحد خلف الكواليس دي لازم يتقال اسمه، الناس تعرف ان ده وراه مشروع وتفكير سليم على في بعد نظر بعد خروج نجوم كبار جدا. جوني كالافت ده هو مدير دلوقتي اداره الكشافين السكاوتس في ريال مدريد. الراجل ده اخذ المغامره من سنتين بالظبط، وهو اللي قال انا هجيب المستقبل لريال مدريد. هايل. هوجم وتم الانتقاد بشكل كبير. الراجل ده اللي جاب لما جاب كامافينجا، الراجل ده منهم كافينجا، برافو عليك يا محمود. الراجل ده جاب اربع لعيبه. الراجل ده جاب فالفيردي. شوف القيمه التسويقيه بتاعته دلوقتي كام؟ ب 5 مليون. ده انا بحب حب ب 5 مليون يا كريم. دلوقتي 80 80. وجاب راح بقى دوريات امريكا الجنوبيه، وجاب رودريجو وفينيسيوس مع بعض الاثنين ب 90 مليون. يا بلاش. ممكن تقول لي 45 و5، بس بص برده على القيمه التسويقيه بتاع الاثنين دول. وجاب كامافينجا في لقطه قطع الطريق بشكل كبير جدا على سيتي وعلى يونايتد وعلى الفرق اللي كانت هتدفع كام؟ 30 مليون بس. برضه بص كامافينجا دلوقتي القيمه التسويقيه بتاعته بكام؟ صح. لما عمل ده السنه اللي فاتت بنتكلم على بنزيما والاداء الاسطوري ولاعيب عظيم طبعا، لكن خلي بالك الثلاثه دول كانوا السبب الرئيسي في انك تكسب على التوالي اهم ثلاث فرق، باريس وتشيلسي ومانشستر سيتي بالترتيب. ليفربول في النهائي. سيتي في قبل النهائي بالظبط. فالنهارده اللي عمله جوني كالافت هو راهن على الثلاثه دول، انه قال لك الثلاثه دول هيكونوا مستقبل ريال مدريد الفتره اللي جايه. حلو قوي، دي نقطه عظيمه. خش على فاروق بقى عشان فاروق لسه هيشوف حاجه والوقت هيجي. بس النقطه دي انت رحت النقطه عبقريه. بعيد عن الماتش شويه. عبقريه. برافو عليك حبيبي يا كريم. برافو عليك ما شاء الله يا ياسر. هايل، معلوماته هايله بصراحه. خلينا نقول ان برشلونه الاحمر وريال مدريد الازرق. فاحنا بنتكلم النهارده، لو سالنا سؤال ريال مدريد لعب بأني اسلوب لعب؟ هلعب بأني اسلوب لعب؟ على الورق من التشكيله بيقولوا 4-3-3 زيه زي برشلونه، اللي هو فينيسيوس بنزيما. خليني بقى اطلع اللعيب ده خالص من الحسبه. فالفيردي. خليني بقى اطلعه خالص من الحسبه. ماشي. دلوقتي الخطه لو حطينا فالفيردي لعيب صعب جدا خلال المباراه تحدد له مركز. صح. وتقول مركزه ايه؟ صح. لو حطينا فالفيردي هنا فاسلوب اللعب بيتحول ل 4-3-3. فالفيردي رجع اسلوب اللعب اتحول ل 4-4-2 مع فينيسيوس ساعات بيرجع ويروح، او لو رجع بتبقى 4-5-1. لو حطينا فالفيردي هنا والدفاع رجع، فالفيردي ساعات بيرجع لورا يبقى 5-4. ففالفيردي هو مفتاح لعب انشيلوتي الكبير قوي، وساعات فالفيردي بيخش العمق كمان ويزيد مع اللعيب. ففي حاجه تانية عملها برضو انشيلوتي لازم نقولها، الثلاثي وسط الملعب. دلوقتي برشلونه بيلعب ب 4-3-3، الخطه المتحجره بالنسبه لتشافي اللي ما بيغيرهاش ابدا. فمتوقع اسلوبهم في وسط الملعب يبقى بالشكل ده، بوسكيتس وعلى شماله بيدري وعلى يمينه جافي اللي اتغير النهارده ولعب فرينك ديونج. عمل لقطه لطيفه جدا مع مودريتش، طبعا بنزيما قدام مودريتش، طبعا مودريتش يمين، تشاوميني هنا وكروس هنا، ده ما حصلش. اللي حصل ايه؟ ان كروس رجع جنب تشاوميني ومودريتش تلقائي راح على بوسكيتس، وهنا تشاوميني وهنا كروس. ليه؟ عشان لما يبقى في بناء لعب من ورا يبقى كل لعيبه وسط الملعب محطوط عليها مان تو مان، فيبقى اللعب بالنسبه لقلوب الدفاع لبرشلونه يبقى صعب بناء اللعب على لعيبه وسط الملعب. فكان مودريتش دايما ورا بنزيما، وطبعا فالفيردي لعيب متحرك جدا، اوقات بيبقى موجود هنا ثالث، اوقات بيبقى موجود في نص الملعب، اوقات بيبقى موجود ورا. بالنسبه لبرشلونه في 4-3-3 ما اتغيرتش. انت في اخر المباراه متاخر بنتيجه، محتاج ان انت تسجل تزود عدد الهجومي، تنزل فرانكيسي. عندك موجود هنا، موجود عندك رافينيا، موجود عندك ديمبلي. انا بشوف الثنائي ده ما ينفعش يلعب مع بعض. ليه؟ لان ديمبلي لما بيبقى موجود في الجناح اليمين بيبقى اخطر بكتير جدا ما هو موجود في الجناح الشمال، لان هو ما ينفعش يلعب غير يمين. بالظبط. وجود رافينيا والتعاقد مع رافينيا خلى ديمبلي دايما موجود في المركز ده، بيعكسهم خلال الماتش لما يتزنق. بالظبط. ودي غلط. انا شايف ان هو لو انسو فاتي كان موجود النهارده ونزل الشوط الثاني عمل فرق كبير، كان لازم ديمبلي هو اللي يلعب وانسو فاتي يروح الناحيه الثانيه وتبقى الشكل معدول شويه. اخر حاجه مع الحالات، عايزين نشوف الحالات بس. يلا عشان اشوف مشكله بوسكيتس الكبيره جدا 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 في مركزه. كان مواصل 34 سنه خلص. ففي النهارده كوارث عملها بوسكيتس. بكي خلصوا خلاص.
خلينا الحالات. بص هنا كروس بادئ الهجمه بتاعه الهدف، لو بصينا فين بوسكيتس هو اللاعب اللي قدام توني كروس على يمينه، مفروض تدريجيا يعني بديهي. لا نرجع تاني على اللقطه اللي فاتت، نرجع على اللقطه اللي فاتت بديهي بوسكيتس المفروض يقفل في المساحه. لا قولي فين بوسكيتس في المساحه، بوسكيتس اللي على يمين كروس اللي قدامه، اللعيب اللي قدام كروس مفروض يعني منطقيا يعمل ايه؟ يروح يقفل المساحه قدام كروس ويقفل عليه التقدم للامام. خلينا نمشي اللقطه اللي بعدها، كروس ماشي وبوسكيتس ما بيتحركش او بيتحرك ببطء كبير في المساحه اللي قدامه. اللقطه اللي بعدها قطع قد ايه توني كروس وبوسكيتس موجود في وسط الملعب، لا عطله ولا واقف قدامه ولا عمل فاول، وده لعيب الارتكاز، اللعيب اللي المفروض يعطل هجمات. بس في حاجه بقى تانية هنا معلش يا فاروق، انا كنت جايبه برضه في الحالات. بص بص رافينيا فين؟ ارجع لو انت رجعت بالحلقه واحده بس كده يا جلال، معلش نرجع اللقطه، نرجع اللقطه لو نرجع للحلقه اللي قبلها على طول، نرجع السؤال. بص رافينيا فين مع اللي بيجري اللي هو فينيسيوس جونيور. نكمل بقى الحلقه اللي بعدها جلال، الصوره اللي بعدها يعني هتلاقي ان كمان الصوره اللي بعدها هتلاقي ان بص رافينيا، رافينيا هنا كمل. بص رافينيا بيجري مع فينيسيوس جونيور، نكمل برده الصوره كمان، نكمل الصوره دي اخر صورة. بص هو بيقف هنا يا كريم، شايفه هو وقف اهو خالص، والتاني فين بيجري؟ بص وقف هنا ازاي رافينيا. لا عايزك تبص على حاجه خلاص بقى سرح بقى. بص هو ساب الوينج فينيسيوس يعني اللي راح انفراد ورجعت بنزيما بسبب الجون. بص تمركز مدافعين برشلونه يا جماعه، وفالفيردي بص لوحده برضه، مين مغطي الاوفسايد؟ خط واحد ده يعني بالدي متقدم عن اخر مدافع، هو بالدي اللي غطى الاوفسايد، بالدي اللي غطى الاوفسايد، وكوندي في حته، فما فيش، هم مش واقفين على خط واحد اصلا. صح. تعال نشوف بقى الهدف الثاني برضه بوسكيتس ومشكله كبيره. خلينا نعرض اللقطه اللي بعدها ماشي. دي الحالات بتاعتي اوكي، دي اللي كسر رافينيا فيها. لا خلينا نجيب الهدف الثاني بتاع فالفيردي ماشي. طيب هو جايب طيب. الهدف الثاني بتاع فالفيردي ماشي، بس دي الحالات بتاعتي. تمام. طب قول تمام. انا عندي فكره حلوه، انا عندي فكره حلوه، ممكن تتبادل المراكز مع ماشي. فاروق يلا تمام. انا ماشي. نرجع لاول حلقه التبديل الاول. نرجع لاول حلقه جلال بسرعه شديده جدا، بسرعه شديده جدا. هنا كريم، ده كريم بنزيما الراجل اهو معاه هنا ايريك جارسيا، والكره مفروض هنا تمام، وهم ضامنين هنا. الراجل ده لوحده خالص، اول ما كريم بنزيما ينزل سحب معاه الراجل ده، فكشف المكان ده كله، فالناس دي بدات تضم هنا عشان يروح مع اللي كان جاي من تحت اللي هو كان على الشمال فينيسيوس جونيور. ده المكان ده كله فاضي لوحده خالص. هنشوف لكن نكمل بقى الحلقه بالظبط. ده الجون الثاني، ده الجون الثاني بتاع هنا. بص كريم بنزيما سحب معاه ايريك جارسيا ونزل يا كريم تحت. بص المسافه كمل الكوره، بيحصل هنا دبل باس ما بينه وما بين بعض. كريم بنزيما بيطلع كارباخال. بص يا كريم هنا لما كريم بنزيما نزل مع ايريك جارسيا، بص المسافه اللي بقت موجوده، وبص هناك الاثنين السوبر ماسكين مين ومين هناك خالص على الناحيه الشمال متساب خالص. ده مندي كمان، ده اللي قصدي مندي بالظبط. ما انا بقول لك مندي، ما انا شكلي بقول لك مندي. انا طالع لوحده. نشوف الصوره اللي بعدها، الكره بتيجي لكارباخال. الصوره اللي بعدها يا جلال، الراجل بيعمل الاوفر ليه طبعا في المساحه الفاضيه، لما كريم بنزيما بذكاء قدر ياخد السوبر معاه ويطلع بره. نكمل الصوره اللي بعدها، الكره بتتلعب طبعا هنا زي ما بقول لك. ريال مدريد مش الفريق اللي ينفع تغلط قدامه. صح. مش الفريق اللي ينفع تسرح. صح. قدامه. صح. ايريك جارسيا بيغلط، الكره بتوصل. نكمل الصوره برضو، نكمل الصوره. فينيسيوس جونيور بالظبط كده. بص مندي من ساعتها بيجري لوحده. خد بالك هو هنا كمان ما ضغطوش على فينيسيوس كويس، هتروح لمندي مش هيدافع عليه بالظبط. نكمل الصوره يا جلال اللي بعدها، الراجل بيطلع بكعبه تشاوميني برضو، مندي كل ده لوحده. نكمل الصوره اللي بعدها، هنا بتطلع الكره لمندي. عاوز بقى اقف هنا، بص فالفيردي مين في نص ملعب برشلونه اللي مفروض فيه بيدري ومفروض فيه كان ساعتها جافي، لا ما كانش، كان بيدري وديونج، حد فيهم موجود؟ مفيش. فالفيردي ديونج موجود اهو، يا دوبك دخل يزق مع تشاوميني بعد ما تشاوميني طلع الكره مندي. نكمل الصوره اللي بعدها، بص هنا يا كريم بدا يظهر، يا دوبك بدا يظهر. دي بقى مشكله بالظبط، الارتكاز دايما موجود، بدا يظهر في دي موجود. بيفكرك احمد الجوندا بانهي جون دخل فيهم سايبين، بس اللي جاي مع البوكر نفس القصه. بص بقى هنا انتر. صح. هنا بص بيدري بعيد اول مره يظهر في الكادر، والهجمه بقى لها 15 20 سنه. اخر حاجه اقول لك عليها يا كريم، فريق برشلونه لما تيجي تلعب بتلعب ضغط عالي والكره معاك، لازم يبقى عندك حاجتين مهمين جدا.
الستوبر بتاعك او السيرد باك لازم بتاعك يبقى السيرد باك ده لازم يبقى سريع جدا 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 ماشي. لازم السيرد باك يا كريم بتاعك يبقى سريع جدا 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 عشان انت لما بتلعب بريسك لما بتلعب بريسك لما تكون تلعب ضغط عالي الكره متلعب في ظهر المساكين او تلعب في ظهر الباكات لازم يبقى معاك اول حاجه مساك او الاثنين مساكين سرعه جدا 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 ده مهم جدا في منظومتك. تاني حاجه لازم يبقى عندك لعيب نص الملعب الدفاعي اللي بيقوم بالادوار الدفاعيه لازم يبقى قوي واجريسيف وبدنيا قوي جدا. النهارده ما ينفعش ان انا ادي الادوار الهجوميه لبيدري والديونج ويبقى اللي بيقوم بالادوار الدفاعيه هو بوسكيتش اللي فقد كتير جدا 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 من ادائه البدني بعد طبعا كبره يعني خلاص بقى بعد ما كبر في السن وهي دي كانت ازمه. كنت شايف ان كيسيه هو اللي كان المفروض يبتدي. انا كل ما بنروح فاصل بقول لكم حاجه فاكرينها حلاوتكم حلاوتكم والله والله العظيم القعده حلوه قوي ودايما الوقت بيجري زي الصاروخ يعني الكلام في الكوره بيبقى حلو دايما.